هدفنا كان نوقف جاي يونغ بلاد حطه تحت 20. شلنا بهيدي انه ما قدرنا حط 24 بوينتس، بس التيم ديفنس هيلب بالاخر حط كم باسكت، بس اتس فاين. نحن المهم دفعنا قد ما فينا وجلنا نجرب روح. بوعد جمهورنا يجي اكثر واكثر ليساعدنا، لانه عايزين كل انرجي بيعطيه بالجيم. ثانك يو. It was a tough game. I didn't perform the way I wanted to, but we had a great pickup from McCants. He went off this game. We played great. It felt good to beat my old team, but we have a lot more games to go. We're just building and getting better. أول شيء بدي هني جمهور أمت من على هالجريت وين. تعبنا بس أكيد نستحقها، لأنه قتلنا 40 دقيقة، بلشنا الجيم من أول ثانية وما كفينا وما we didn't stop لآخر ثانية. فا I believe it is a deserved win. I بهدي هالجيم لكوت جو، لأنه he worked very hard to prepare for this game. And الحمد لله نحن قدرنا نعمل نطبق خطاته على أرض الملعب، ومثل ما شفت قدرنا نحقق ال win which matters the most at the end of the game. So بدي هني جمهور الهومنت من جمهور كرة السلة، وإن شاء الله نكفي هيك. We are looking forward للتنين الماتش ضد شونفيل.